يعني أنا الآن أوجه رسالة لجمهورنا العزيز، جمهور أو كيان نادي الزوراء، حقيقة كانوا يعني مثال للجمهور الحقيقي في أصعب اللحظات، تجده هو النمبر ون كما يقال، الساند والداعم، ولذلك تحققت الألقاب بروح أخوية ما بين الجميع. الزوراء يعمل كمنظومة، المتميز في نادي الزوراء على مر الإدارات ومر النجوم اللي مثلوا الزوراء، نعم هو مدرسة لكنه متميز إداريا في كل الأوقات. الآن الجمهور يشكل على الإدارة تحديدا كونها لم تختر الأسماء الصحيحة لتمثيل هذا الكيان الكبير. أنا أقول أنه المشكلة الحقيقية باللاعب. اللاعب الآن أصبح لا يهتم لي، وهذا واقع حال طبيعي، لا يهتم لي الكيان أو الزي اللي يعني يرتدي. الآن اللاعب هم المال بسبب الاحتراف. احنا لا يوجد لدينا احتراف بمعنى الاحتراف، لكنه المال هو صار يعني الرابط ما بيني وما بين اي مؤسسة رياضية اللي هي النادي. لذلك يعني التخصيصات المالية قد تكون عائق. انا ماذا ادور عذر لسين او صاد، انا اذا اتعامل ويا كيان ارجو ان الجميع يحافظ على هذا الكيان وديمومته والسير بخطى ثابتة. مشكلة الزوراء غير المال. الآن قلت أن الجمهور ده يشكل على الإدارة. الإدارة اختياراتها نعم. الإدارة الآن اختياراتها لم تكن موفقة في بعض المواقف، في بعض اللاعبين، في هذا الموقف. تعلمت من أخطائها الإدارة، من أخطائها. أكيد السابق. لازم يعني اللي يعني يخطأ وما يتعلم بالتأكيد هذا يجب أن يغادر. أنا الخطأ يعلمني. إحنا يوم غد مقبلين على تظاهرات حاشدة لجمهور الزوراء تطالب بتصحيح وضع الفريق. نعم. وخل نفرض فرضية أنت هسه عضو هيئة إدارية بالزوراء. نعم. وأنت عملت كذلك. نعم. شنو المطلوب منك؟ شو تريد تسوي؟ شنو الحل المطلوب من موفق لحل أزمة الزوراء؟ نعم. شوف أنا ومن حقك تقول استقيل. في وقت يعني الاعتزال اعتزلت وبدون ما أعلن اعتزالي. أنا وعضو إدارة تفرغت للعمل الإداري، مع العلم يعني كنت أتدرب إلى